التمويل الخارجي هو اللي تشاركت على واحد برنامج ولا دي اسوسياسيون لي بنك ولا مثلا البروغرام باش يتمول هذا البروغرام عفاك مره ثانيه اللي بفالوار في ريزيتا كومونسي بعدا بار تكوين ذاتي كيفاش يدير السي في كيفاش يدير هادشي عاد ندوزو للفينونسمون باسكو ما لابد ديرو ريزيتاب ولا ترا نجتمعو وغادي نشوفو شكون اللي كيدير باش تكون واحد الاسس باش منيجيو خارجين تصرفي يكون عندهم واحد الفكرة على الفينونسمون يكون عندو فكرة على خلق الشركة وتكون عندو فكرة على كيفاش غادا هو على راسو كيفاش يبريزونتي راسو كيفاش اليوم بداوا الايام مفتوحه لمنصه الشباب اللي تم الانشاء ديالها في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بتكلفه بلغت حوالي 4.3 مليون درهم مقسمه على البناء والاحداث والتجهيز. هذه منصه الشباب كتعنى بمواكبه الشاب يا اما الباحث عن عمل او الذي يريد خلق مقاولة ديالو. وفي هذا منصة الشباب كيكون عنده الاستقبال وكنوجهوه كيكونوا مجموعة من مقدمين الخدمات اللي كيواكبوه حتى يوصل للهدف المنشود ديالو. حاجة أخرى يعني خصنا واحد شوية الابتكار. يعني دابا إذا مشينا عملنا 50 كوافورة كي كانت خمسة غيخدموا ولكن 50 ما غيخدموش. كيف عملوا 50 تريتور كانوا غيخدموا دابا ما يخدموش. يعني خص يكون شويه ديال يعني الزعامه، شويه ديال الابتكار، شويه ديال نجيبوا المشاريع اللي كاينين في ميدل، نجيبوا المشاريع اللي كاينين في الدار البيضاء، نحاولوا ننوعوا المشاريع، نشوف ما شفت انا النجاره، ما شفت حداده، ما شفت ميكانيكو، وحنا هاد لي فورماسيون بروفيسيونيل اللي كيخدموا كاملين خص يكون هاد المشاريع، الصيد البحري، حنايا لان انا شفت انا مزيان بعد 6 شهور ولا عام نقيموا هاد الشيء. لان المحلبه تكون شي محلبه تريتوف والخياطه والكوافر حنا هادشي اللي عندنا في زعما تبارك الله الشباب ديالنا هادشي اللي كاين كاين بزاف ديال النوفيل تكنولوجي حتى هما خصهم يكونوا سي بور سلا كو هاد قصه تلعب الدور ديال لا فورماسيون من عباد الله تفتح لهم الافاق من مشاريع اخرى وكذلك انتقال حتى بدا يكون واحد السيد يدي من دياش ويدي من فرصه، علاش ما يديش؟ اذا كان مثلا عنده المشروع ديالو بغى يطوره، علاش ما المشاريع الفلاحيه، المنتوجات الفلاحيه، السياحه الجبليه ما كنشوفهاش هنا المغرب بتاتا خصها تكون. بالمناسبه كنباركوا هذا النهار لان يوم تاريخي تسجيل هذه المنصه اللي هي اللي كيقولوا بالفرنسي تان جوايو، شي حاجه اللي هي جد عندها قيمة مضافة لهذه المنطقة كلها لأن غادي تبدل فيها كل شيء غادي تبدل فيها المجهود على أنه لتشغيل الشباب ديال المنطقة وكذلك استقبال الناس اللي عندها مشاريع وتلبية الطلبات ديالهم اللي عنده شي مشروع جديد وكذلك إنوفاسيون فحال اللي كيقولوا مشاريع جديدة اللي حنا مقبلين على أن العالم كله مشى في اتجاه ديال التجديد وديال الإنوفاسيون على باش كل واحد باش كل الناس ديال هذه المنطقة كلهم يستافدوا ان شاء الله ويكون عندهم عمل سواء عمل او يكون عندهم مشاريع ديالهم ويشغلوا فيه ناس اخرين اللي غادي يستافدوا منهم ويديروا حتى هما مشاريع ديالهم. هذا الشيء اللي كنخدموا فيه حنا بالنسبه لنا استقبال الشباب و كيحطوا الملفات ديالهم كنباشروا معاهم داك الشيء اللي عندهم شي مشكل كنحلوه عن طريق سواء عن طريق السلطات المحليه ولا كذلك عن طريق الجامعات او كذلك عن طريقهم بالنسبه للتمويل كنمولوا كاين مشاريع اللي كتمول 100% كاين المشاريع اللي كتمول مول المشروع كيخصو يؤدي واحد 30% او 20%. اليوم كنت من المدعوه ديال افتتاح منصه الشباب اللي كاينه في فحص انجره وانا حامله المشروع ديال مكتبه ومطبعه واللي استفدت من الدعم ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بتكلفه ديال 100,000 درهم وفرحانه بزاف بهذا الدعم هذا وهذا الدعم يحقق بزاف الحاجات في الساكنه ديال خميس انجره ان الناس كيتحققوا الطلبات ديالهم والخدمات وحتى خلق فرص الشغل للشباب ديال المنطقه وشكرا. اليوم كنشهدوا افتتاح ديال هذا المركز هذا ديال الشباب
في الحقيقة هذا المركز كان الأطر ديالو دائما في مواكبة دائما مستمرة قبل من الافتتاح مع الشباب ديال المنطقة، ومن بينهم مشروع ديالي كمستثمر في المجال السياحي. لقيت دعم كبير من الأطر ديال هذا المركز، هذا من ناحية ديال التكوين، من ناحية ديال الإرشاد التوجيه، ومن ناحية كذلك حتى الدعم المالي اللي كنخدموا فيه في إطار المبادرة الوطنية اللي كتخدم معنا باش نستفدوا من دعم المقاولات الصغرى، مقاولة الناشئة ديال الشباب. وأنا فرحان لما بزاف لأن هذا المركز هذا يخولنا الاستفادة من هذه الخدمات هذه بشكل افضل. وعليكم، اسمي ديالي حسناء الفتوح، حاملة مشروع الحلاقة والتجميل. التكلفة ديالو 100,000 درهم. أنا جد سعيدة لتكوين المستفيدات لجماعة خميس أنجرة، وكنشكر كل من ساهم في هذا المشروع.